لوكس في حلبة الملاكمة، ونارين تقيم غيت مروان كعريس لها، ونورمال مع غيت مروان مجددا. شاهد التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن ياسو التي ما زالت تحمس متابعيها لعودتها للفريق، حيث دهلت ياسو مؤخرا بلوك مختلف، حيث اعتمدت ياسو اللون الأشقر لشعرها كمظهر جديد لها، والكل ينتظر لحظة عودتها للفريق. أما الخبر الثاني هو عن أنس الشايب والذي شهدنا غيابه عن السوشيال ميديا لفترة من الزمن، فأنس أخيرا قرر العودة إليها، وأيضا قام أنس بنشر ستوري في الإنستغرام كتب فيه: اللهم إني أسألك راحة لقلبي وفرجا لهمي وتيسيرا لأمري. والواضح أن أنس ما زال يعاني بسبب مباراته الأخيرة مع راشد بالحصى، أعطوني رأيكم في التعليقات. أما الخبر التالي هو عن نورمال الذي ما زال يلتقي بأهم صناع المحتوى في دبي، فبعد لقائه مع بيكي وإسلام ونور ستار، نورمال الآن أكثر حضورا مع شلة غيت مروان، ولا نعلم هل سيكون هناك تعاون بينهم عن قريب أم لا. أعطوني رأيكم في التعليقات. عن آخر أخبار موفلوكس فهو منشغل حاليا بتجهيز منزله الجديد، حيث استعان بخبيرة الديكور نور الجابري، وللعلم هي نفس الخبيرة الديكور التي اهتمت بمنزل أسامة مروة. ويذكر أيضا أن اليوتيوبر سليم تحدى موفلوكس في الملاكمة، وموفلوكس رغم إصابته في كتفه وافق على هذا التحدي. وأيضا موفلوكس تعرض لهجوم في آخر فيديو له باستعماله الموز كنوع من التحدي، واعتبر البعض أن هذه نعمة ولا يجوز إفسادها بهذا الشكل، لكن موفلوكس وضح أن كل الموز سيقوم بإعطائه لوالدته من أجل قناتها للطبخ على اليوتيوب. أما نارين بيوتي في آخر فيديو لها والذي كان بعنوان يوتيوبرز شباب قرروا يتزوجوني، هذا الفيديو خلق ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذكر نارين غيت مروان، حيث نارين في هذا الفيديو قامت بإعطاء ردة فعلها عن الشباب اليوتيوبرز الذين سبقوا أن اختاروها كعروس لهم، ومن بينهم غيت مروان الذي أثار ضجة كبيرة، حيث الكل تحدث عن ردة فعل نارين عندما جاء دور غيت مروان. وهذا الفيديو بالفعل خلق ضجة كبيرة، حيث نارين نفت فيه إشاعات ارتباطها، وأيضا في نفس الفيديو نارين اختارت اليوتيوبر عبود الذي تكلم عن علاقتها بموفلوكس. بس بخاف موفلوكس يجي يتقاتل معه. برو لا تعمل هالفيديو. وأيضا عبود خرج بفيديو بعد نارين أثار الشكوك حول علاقتها بموفلوكس، حيث شكك في كلام نارين حول موضوع ارتباطها. أعطوني رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع. شايفين شي خاتم بإيدي نارين؟ نارين بعد اللي عملته بردة فعل على موفير. وأيضا في نفس الفيديو نارين صرحت أن هناك مفاجآت قريبة، وذلك في شهر 8 و9، وحمست متابعيها لها. أعطوني رأيكم في التعليقات عن توقعاتكم لهذه المفاجأة. أتوقع هن المفاجأتين أو ثلاثة حتشوفوهم بالشهر 8 و9. أما بيسان إسماعيل استطاعت الوصول إلى 9 ملايين على حسابها في التيك توك، وهذا إنجاز كبير ليوتيوبرز في سنها. قبل ما أنهي الفيديو حابة أخبركم إنه صوتي كتير رايح لأنه كتير مرضانة بهاليومين، أسفة كتير وبعتذر منكم، وشكرا كتير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطولي لايك حلو مثلكم، وبشوفكم بالفيديو الجاي.